صحيح، دي تالت بطولة بالنسبة لهم، ولاعبين قدام منتخب شديد القوة، شديد القوة. شايفين الصورة بتاعت مارادونا؟ طبعا طبعا، الله يرحمه، الله يرحمه. بالمناسبة هي حالة كرنفالية لطيفة رائعة. وبالمناسبة أنا حتى يمكن من أول بطولة كنت بقعد أقول في النهاية لا حفلة يعلو حفلات أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية والحالة الكرنفالية والاحتفالية الدائمة. فلما يوصل منتخب الأرجنتين إنه خلاص هو اللي خد البطولة، فأنت توقع احتفالات مذهلة. يعني إحنا هنشوف الاحتفالات دي يوم واثنين وثلاثة، هتلاقي كل الناس قاعدة عمالة بتحتفل. وهتشوف بقى يعني الاحتفالات. مش عايز والله ناخد ندي كتير في الكلام يا يونس، بس هنقول بص خلوني اخد معانا على التليفون زميلنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي من الدوحة. ابو حميد ازيك يا استاذ يوسف؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا لسه طالع من الملعب. كله تمام؟ شغال على جماهير الارجنتين مش عايزه تروح. احكي لي بقى الاجواء عندكم في الدوحه عامله يعني. احنا بنحاول، احنا ناقلين عندنا اهو من الدوحه حاجه، واضح انه الاحتفال، بس في النهايه دي الكاميرا. قول لي انت راجل من قلب الحدث. مبدئيا الملعب جماهير الارجنتين مش عايزه تمشي، نمره واحد. نمره اثنين، جماهير الارجنتين بتكسر كل الارقام القياسيه وبيحضر 88,966 مشجع، ده اعلى عدد جمهور حضر في المونديال، والرقم ده حضر في ثلاث ماتشات الارجنتين، لم يحدث في اي مباراه ثانيه. يعني حدث في مباراه الارجنتين النهارده، وحدث في مباراه الارجنتين مع هولندا، وكان في مباراه الارجنتين مع المكسيك. جمهور الارجنتين كمان، ميسي واللعيبه واسرهم بيحتفلوا بطريقه ان هم ينزلوا ارض الملعب ويلفوا والماتش يروح ويجي ثلاث اربع مرات. لا، الجمهور في الملعب والحاله اللي موجوده هي حاله بصراحه. يعني احنا كنا قاعدين، في ناس مشيت بعد الهدف الثاني لفرنسا. زي ما كنت بسمع حضرتك فجاه، لانهم راجعين قالوا يا جماعه احنا بس مجرد ما وصلنا تحت المركز الاعلامي الصحفيين قالوا رجعنا ثاني. ازاي الهدفين جم في ثانيه؟ يعني المسافه اللي مشيوها خمس دقائق لو هدفين. طبعا حضرتك بالظبط بتحكي. فالنهارده جنون كرة القدم النهارده كله كان في ملعب لوسيل. النهارده مباراة كانت عاطفية قبل ما تكون مباراة نهائي كأس عالم، لأن الناس كلها بتتعاطف مع ميسي وإن هو ياخد البطولة. ميسي بيقدر يفض الشراكة مع الأرجنتين، مع فرنسا، وإن هم يبقوا ثلاث بطولات وفرنسا تفضل بطولتين. ميسي بيكتب اسمه بحروف من نور. وإن كنت أنا ليا وجهة نظر في هذا الأمر يا أستاذ يوسف، إنه تاريخ كرة القدم أنا كنت احمد هو اللي هيبقى منقوص. اثبت في مكانك يا ابو حميد عشان الشبكه ما تقطعش. انا ثابت كده كويس. انا ثابت اهو، دايما ثابت. انا بقول انه تاريخ كره القدم كان هو اللي هيبقى منقوص ان لم يحصل ميسي على كاس العالم، مش العكس. انا مش شايف العكس. للدرجه دي ادى كره القدم. طبعا طبعا، ميسي يا استاذ يوسف ادى. العيل الصغير دلوقتي بيطلع يقول ميسي، زي ما بنشوف عندنا محمد صلاح. فالعيل الصغير دلوقتي تاريخ كرة القدم نفسه واللعبه دي بيتعظم جمهورها من امثال ميسي. فلما يطلع ميسي وان كرة القدم، انا شايف ده وبقول انه لو النهارده ميسي ما خدش كاس العالم، فكرة القدم كانت بتنكر جميله اللي عمله مع كرة القدم، ما كانتش بترد له الجميل. لانه ميسي قدم لكره القدم وهو حتى في سن ال 35 ملهم للعيبه زمايله في الملعب، انه بيوصل البطوله ما فيش مباراه الارجنتين بتدخلها والناس واثقه 100% ان هي هتكسب، عكس فرنسا تماما. لكن ميسي بيسحب فرقته ويوصل بها النهائي ويتسحب لحد ما ياخد البطوله بالشكل ده بالثقه دي، والنهارده الماتش يروح مرتين ويرجع تاني وضربات الجزاء. فلا، انا اعتقد انه من الانصاف ان يحصل ميسي على هذه البطوله، وان ذلك سيضاف لتاريخ كره القدم وليس لتاريخ ميسي. اي نعم، تاريخ ميسي هيتقال انه ميسي خد كاس العالم زيه زي ثمان لعيبه عظام قبل كده خدوا كاس العالم ودوري الابطال ويقدروا يجمعوا بين الاثنين والكره الذهبيه. ولكن ميسي بصراحه كل الناس كانت بتتعاطف النهارده، الناس في الملعب بتشجع امبابي ولا ميسي؟ يعني مش فرنسا والارجنتين، انت بتشجع ميسي. فهو الموضوع بالنسبه لميسي اعتقد ان هو حسم الجدل، هو فض الشراكه مع بين المنتخبين، هو اضاف لتاريخه خلاص ان كل الحاجات دي. واعتقد انه ميسي بهذه البطوله الاستثنائيه وانه يحصل على احسن لاعب،
اعتقد انه موضوع الكره الذهبيه بعد ما كان الناس كلها استبعدت ميسي خلاص ورونالدو، اعتقد ان ميسي بيعود بقوه للمنافسه على هذه الجائزه او الكره الذهبيه مره اخرى، وبعد الاداء ده اعتقد انه يستحقها يعني. يستحقها ونص بصراحه، مش مختلفين. طب وايه رايك في لعب امبابي وانه يعمل هاتريك؟ ودي حاجه في حد ذاتها بقى. بص اهو الوحش، الوحش، ايه الراجل ده؟ امبابي ده بيشتغل ما حدش يقف قدام القطر يعني، في الملعب بنشوفه ما حدش فعلا يقف قدام القطر يعني. يعني ميسي انا بقول عليه انه لعيب جسمه ما فيش فيه عظم، بيعدي بمرونه ورشاقه رهيبه جدا ومهما تضربه فيعرف يعدي ازاي، لكن امبابي انت ده قطر، ما حد ما يعني ما فيش حد عاقل يروح على قضبان القطر ويقف قدامه، ده حرفيا بيعمل كده في الملعب. الفرجه كمان في الملعب يا استاذ يوسف لما يكون مش معاه الكوره وبيعمل سبرنت في هجمه مرتده، لا 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 ما فرق، وبعدين بيبقى جاي بعد اللعيب ب 3 4 متر يقطع ويسبق وياخد الكوره، لا انهي ثقه وانهي تقل اللعيب عنده 23 سنه يعمل الكلام ده، لعيب واخد كاس عالم وهو عنده 19 سنه او اقل من 19 سنه. فلا النهارده ما يحدث في ملعب لوسيل هو كان من جنون كرة القدم، خلينا نقول إن دي كرة القدم فعلا، النهائي يليق بكأس العالم، هو النهائي تاريخي، وهذه البطولة ستظل تاريخية في الوجدان، وبنشوف في النهاية حتى ميسي بيطلع بيستلم الكأس إزاي، بالشكل الجميل إزاي، لا كل التفاصيل هنا محتاجة كلام كتير جدا يا أستاذ يوسف. طيب الهجوم المرتد لو صح التعبير أو ريمونتادا على رأي لعيبة الكرة والمتخصصين زي حضرتك في الكرة، إيه السر وراء الريمونتادا الفرنساوي بعد جونيل مقابل لا شيء؟ أنا وجهة نظري وإحنا في الملعب إنه متعدي الدقيقة 70 ولاعيبة الأرجنتين عمالة تبص على اللوحات اللي في الملعب اللي بتقول الوقت، ده بيدي انطباع إن اللعيبة عمالة تزق في الوقت، ولكن في نفس الوقت المنتخب الفرنسي هو من اهم المنتخبات في هذه البطوله اللي يقدر يجيب هدف في اي لحظه، المنتخب اللي عنده خطوطه كلها بيقدر يخترق من العمق، بيقدر يوصل من على الاطراف، بيقدر يوصل للجون باكثر من لعيب، امكانيات المنتخب الفرنسي بتتمثل في مبابي وعثمان ديمبلي وجيرو وجريزمان، عندهم مفاتيح اللعب كتير، فعندهم الثقه ان هم يجيبوا هدف في اي وقت. هو فعلا كان بيلعب على المرتدات بس بعد لما دخل فيه هدفين خلاص ديدي ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا قال لك خلاص هرمي الفوطه بقى ما عادش عندي، فلما بدا لعيبه فرنسا تتجرأ مع تراجع شويه المنتخب الارجنتيني اللي تعب جدا لانه بدنيا منتخب فرنسا هو الاقوى منتخب بدني داخل هذه البطوله، فبدنيا مع انه المنتخب الارجنتيني استنفذ في المباريات اللي فاتت بيكسب كرواتيا وقبلها هولندا، فهو برضو المنتخب الارجنتيني قابل خصوم قويه جدا، لكن فرنسا بيكسب المباراه وقت ما هو عايز، في هذه المباراه هو رجع في اخر 20 دقيقه والهدف بتاع الارجنتين لولا ان هو ما كانش جه كان انا كنت شايف ان يبقى في خطوره على الارجنتين الهدف الثالث، وكانت ممكن فرنسا هي اللي تسجل، وفي النهايه المباراه خلصت بضربات الجزاء، ده ان دل على شيء بيدل ايضا على قوه المنتخب الفرنسي، ولكن ضربات الجزاء في النهايه بتحسمها يعني ضربه بيسموها ضربات الحظ او التوفيق يعني، وفي النهايه نادت على ميسي يعني اختارت ميسي يعني. لا دي حاجه عظمه. طيب من مارادونا لحد ميسي كان في لعيبه كبار جدا ومهمين بس ما حدش خد لقب الاسطوره الى ان اتى ميسي فيصبح الاسطوره رقم 3 في تاريخ الكوره، صح كده؟ بالظبط. طيب السؤال بقى الارجنتين في تاريخها خدت بطولتين فعلا. حلو، هل هنقعد لنا برضو يجي 20 سنة على ما تظهر أسطورة جديدة في كرة القدم، ولا إنه هناك مرشحين للقب الأسطورة بعد ميسي؟ أنا أعتقد إنه الموضوع بيحصل فلتات كده على تناوب، ولكن الأرقام القياسية هي اللي بتحكم دائما، بمعنى إنه مارادونا من الجيل من نهاية مارادونا في 86 وكأس عالم 86 اللي خده الأرجنتين نوصل للحقبة بتاعت كريستيانو وميسي بيفضلوا يطلعوا على منصة الكرة الذهبية لمدة 16 سنة لا يتقاسم هذه الجائزة معهم أحد، فده بيدل على أنه دول كانوا موهبتين مش هيتكرروا، ولكن رونالدو ليه شكل ميسي ليه شكل، شكل ميسي
مختلف شويه. ممكن اللي كان واخد الصبغه بتاعت ميسي وقبل ميسي رونالدينيو البرازيلي، اعتقد حضرتك فاكره طبعا. طبعا رونالدينيو، رونالدينيو كان ظاهره، ولكن اللي فرق ميسي عن رونالدينيو الارقام القياسيه الكتير اللي عملها. هما ما كانوش يقلوا عن بعض في الموهبه، بل بالعكس رونالدينيو كان يتفوق على ميسي في الموهبه. طبعا، ولكن انه اختياراته في الانديه، استقراره في الانديه، نجاحاته في الانديه كانت عند ميسي دي اكتر شويه. كان مستقر في برشلونه يعمل نجاحات كتير، كل سنه بياخد الكره الذهبيه، واحد واخد 7 كرة ذهبية يعني مقفل الجيم. مفيش مخلوق اعتقد انه هيجي يقدر يعمل اللي ميسي عمله، ولكن ان ننتظر موهبه زي ميسي صعب. احنا داخلين على عصر القوه في كره القدم وليس عصر الفنيات، بمعنى احنا بنشوف مبابي مش مهاري ولكن هو قاطره، هو دبابه داخل الملعب. بنشوف هالاند هو قاطره داخل الملعب. هذه النوعيه انا اعتقد ان المدربين بداوا يبحثوا عن هذه النوعيه من اللاعبين اللي ممكن تبقى اساطير بالارقام، ولكن بالفنيات بتاعت ميسي هنتعب شويه لحد ما نلاقي ريحه ميسي تاني. احنا عايزين مطورات الفتره اللي جايه دي، عصر المطورات، موتور يجري في الملعب. بالظبط كده. موتور فعلا هو بالظبط. امبابي ده فعلا مذهل، ايه ده ما بيتعبش، سبحان الله وما شاء الله، ولا هم لا حسد يعني اللي راجل دلوقتي موضوع الكوره، وانه ربنا يحميه ربنا يحميه. موضوع الكوره يا استاذ يوسف انه بداوا يبصوا للعيبه انه نسبه الدهون في جسمه كذا، ده ما اعرفش تقسيم العضلات كذا، بيلبس جهاز جي بي اس على ظهره، الناس الحاجات اللي بتتلبس على الكتف دي، ده مش حاجه لابسها يعني شكل وستايل، ده جهاز جي بي اس بيقول اللاعب ده تحركاته كانت عامله ازاي، جري كام كيلو، ايه اللي ناقصه. فالجهاز ده بيساعد المدير الفني حتى في التغييرات. فدخول التكنولوجيا في تصميم اللعيب والتشريح الجسماني بتاع اللعيب، فواخدنا في الحته اللي هي بتاعت فعلا ان احنا عايزين مواتير تجري في الملعب. لكن دلوقتي حته ميسي، ميسي فعلا يعني انا اللي بيعدي من اللعيبه ما حدش بيعرف يمسكه. ده لعيب مثلا دهن جسمه زيت مثلا، لعيب ما فيش فيه عظم، ما حدش عارف يمسك ميسي داخل الملعب. النوع ده كريستيانو مش كده، كريستيانو لعيب بيشتغل على نفسه، بيطور نفسه، بيعرف يعمل كل حاجه في الكوره، بس مش ميسي، لانه ميسي يمتلك كل حاجه في الكوره. طبعا كريستيانو هو زيه زي ميسي، ولكن ميسي نوع فريد، نوع فريد من نوعه. ما تلاقيش لعيب كده بيبقى في نص الملعب ياخد الكوره يوصل بيها ال 18. عمل ده ازاي؟ حضرتك بتبقى قاعد يعني القهوه بتطلع من جواك وانت مش عارف هو طلع ازاي عمل ده. فنوعيه ميسي اعتقد تكرارها في هذه المحطات قريب جدا لا صعب، هناخد وقت شويه لما نلاقي خليفه زي ميسي. صحيح. انا بشكرك جدا 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 احمد، الف شكر زميلنا صديقنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي من الدوحه. بصوا ركزوا بس مع ولادكم، والله بتكلم بجد، في ايه بقى؟ زنك ومغنيسيوم وارجينين. العيال اللي بتلعب رياضه واللي ما بتلعبش رياضه، زنك ومغنيسيوم وارجينين، هتلاقي العيال قطوره، وبالمناسبة هيفيدهم في المذاكرة كمان يعني، لأنه هيرفع معدلات تركيزهم جدا. هم مصادرهم الطبيعية والفيتامينات المتداولة واللي موجودة في الصيدليات والحاجات اللي زي كده، فده في التمام يعني. تلات حاجات دول يعني اللي هو زد أم إيه دول يعني، خليك حافظها كده، زد أم إيه دي تفرق جدا مع العيال الصغيرين، جدا جدا حاجة ده هتلاقيه كان بيسف الحاجات دي. والله. المهم اللي انتوا شايفين قدامكم ده هو مجموعة من تواصل الاحتفال بشكل عام، واللي عاجبني في الموضوع بالمناسبة انه العالم يحتفل، يعني مش بس الارجنتين، العالم فعلا بيحتفل بهذا الماتش الكبير المهم الرائع الجميل اللي كان مليان كورة، مليان كورة، ما في حد علق على الماتش ده غير انه ماتش مليان كورة. مين كان قاعد بيهتف لفرنسا، مين كان بيهتف للأرجنتين، الكل خارج من الماتش مبسوط سعيد، ماتش متعة للمشاهدة، تقعد تتفرج تحس انت قاعد عمال بتتفرج على حاجة كده كمبيوتر. ايه ده؟ ايه ده؟ الناس دي وصلت للمستوى ده ازاي؟ وصلت للمستوى ده علشان طبعا علم ونظام، ونظام وعلم، وعلم ونظام، ونظام وعلم، زي ما كان بيتكلم زميلنا احمد عبد الباسط. القصه مش مين اللي يبقى فيه عنده مهارات
خط أسطورية زي زمان بيليه أو مارادونا فيما بعد ذلك أو حتى ميسي. القصة دلوقتي في القدرات البدنية الفائقة للعيبة. فاحنا مثلا عندنا في مصر احنا لازم نركز على الموضوع ده بفظاعه بضراوه تركيز مذهل. الولاد بتوعنا عايزينهم يبقوا كده، لازم النوم صح والاكل صح والتمرين صح. يعني ايه صح؟ يعني بالعلم بالكتاب، مفيش اجتهادات، مفيش فتي خالص. بص، اللي ضيع العالم الثالث هو الفتي.